مثال آخر طبعا على حل المعادلات البارشال ديفرنشال ايكويشن، هالمرة حقيقة العملية معكوسة، معطيني الجنرال سوليوشن للمعادلة ويطلب من عندي إيجاد المعادلة التفاضلية الجزئية، يعني معطيني الجنرال سوليوشن يريد من عندي البارشال ديفرنشال ايكويشن. المعادلة أو الجنرال سوليوشن معطيني إياها، يقول لي زد اكوال اف اوف 3x ماينس 4y. الاف تمثل لي ارbitrary function، شو اقصد هنا بالاف؟ يعني ممكن تكون ساين اوف 3x ماينس 4y او اكسبوننشال تو 3x ماينس 4y وهكذا. المهم اف تمثل لي اي function، احنا طبعا اللي بان هي arbitrary function. المهم هذا يمثل هو الحقيقه general solution لمعادله تفاضليه جزئيه، يريد من عندي ان اجد هاي المعادله التفاضليه الجزئيه. الحقيقه اذا لاحظ انه المتغيرات مالتي بها يعني التو دايمنشن عندي انا الحقيقه اللي هو الاكس والواي، لذلك اتوقع المعادله مالتي طبعا تكون تو دايمنشن. حتى احل هيك نوع من المعادلات راح اجي افرض الداخل لهاي المعادله للاف اوف 3x ماينس 4y، راح افرض هذا المقدار 3x ماينس 4y اكول دبليو اكول دبليو. فاذا الزيت راح تكون اف اوف دبليو اف اوف دبليو. لما نجي نشتق نقول بارشال زيت الى بارشال اكس، حقيقه راح يطلع قدنا ما يسمى بالتشين دريفيتيف، وراح اول مره نشتق الزيت وذ ريسبكت تو دبليو مضروبه بالمشتقه مال الدبليو وذ ريسبكت تو اكس، ذلك مشتقه الزيت وذ ريسبكت تو دبليو راح نسميها اف برايم. مشتقه الزد وذ ريسبكت تو دبليو راح تكون اف برايم اوف دبليو، ومشتقه الدبليو وذ ريسبكت تو اكس شو تساوي؟ طبعا اذا اشتق بالنسبه للاكس فالواي تعتبر كونستانت، المشتقه مال 3 اكس شو تكون قيمتها؟ 3. هاي راح نطلق عليها معادله رقم 1. نجي الان نشتق الزد وذ ريسبكت المن تو واي، لان انا عندي تو حق تو دايمنشن، فبالنتيجة أكيد أنا عندي derivative بالنسبة لـ z with respect to y with respect to x. هالمرة أجي أشتق z with respect to y، أول مرة راح أشتق z with respect to w، اشتقت z بالنسبة للـ w راح أسميها f prime of w، وأشتق الـ w with respect المن للـ y، اشتقت الـ w بالنسبة للـ y الـ 3x تعتبر constant صفر، راح يطلع لي شنو؟ ماينس 4، راح يطلع لي ماينس 4، هاي راح اسميه شنو؟ المعادله رقم 2. الحقيقه اللي يربط المعادله الاولى والثانيه هنالك اكو عامل مشترك اللي هو الاف برايم اوف دبليو. الاف برايم اوف دبليو راح يساوي لي بالمعادله 1 يساوي لي 1 على 3 بارشال زد الى بارشال اكس، وبالمعادله الثانيه الاف برايم اوف دبليو راح يساوي لي ماينس 1 على 4 بارشال زد الى بارشال واي. هذني المعادلتين راح نسوي عمليه مساواه ما بيناتهم، فراح تطلع عندي بالنتيجه معادله بعد ما احذف الاف برايم اوف دبليو، وراح تطلع عندي المعادله 4 بارشال زد الى بارشال اكس بلس 3 بارشال زد الى بارشال واي اكوال 0. هاي هو يمثل لي المعادله التفاضليه الجزئيه المن اللي الجنرال سوليوشن مالتها هو هذا اللي اعطاني اياه بالسؤال واللي يبحث عن المعادله. قد السؤال يقول هنا كيف اتحقق من انه هاي المعادله هي فعلا تمثل الجنرال سوليوشن لهذا الحل لهذا الحل؟ هنا طبعا راح اجي انا يعني مثل ما قلت انه الاف بالتيار بتراري، فنفترض انه الاف يساوي لي ساين، يعني دالة الساين اوف 3x ماينس 4y، ونفرضها ايضا اكسبوننشال اوف 3x ماينس 4y، ونجي نعوض ناخذ الحاله الاولى هي الساين 3x ماينس 4y، قلنا زد راح تساوي ساين اوف 3x ماينس 4y، نجي نشتقها بالنسبه للاكس اوكي تساوي لي 3 كوساين 3x، فالمشتقه يعني الساين هو كوساين، المشتقه الداخليه مالتي شو تمثل بالنسبه للاكس؟ هي 3. كذلك اجي اشتق الزد وذ ريسبكت المن تو واي، مشتقة الساين هالمرة أيضا تمثل لي كوساين 3x ماينس 4y، والمشتقة الداخلية مالتها شنو؟ ماينس 4 ماينس 4. بعد ما اشتقيت وذ ريسبكت تو اكس وذ ريسبكت تو واي، أجي أعوضهم وين؟ في هذه المعادلة.
حول المهم في هاي المعادلة هي جنرال سوليوشن، يفترض انه شو يكون القيمة؟ صفر، يعني عوض عن البارشال او زد with respect to x والبارشال زد with respect to y، عوض عنها بالقيم اللي انا حصلتها قبل شوية، عوضها يفترض ان تكون القيمة صفر، فعلا بعد ما عوض ايضا القيمة صفر. كذلك لو استبدلت المعادلة يعني الـ arbitrary function بـ exponential وايضا اجريت عملية الاشتقاق with respect to x with respect to y وبعدها عوضت بالجنرال بالمعادلة مات البارشال differential equation ايضا طلعت تساوي ليش؟ تساوي لي طبعا صفر. هذا من المثال الحقيقة يعني مثلا أمثلة بسيطة في حل المعادلات التفاضلية بالطريقة التقليدية طريقة الانتجريشن. قبل ما نروح طبعا إلى الطرق أخرى في حل معادلات البارشال ديفرنشال إيكويجن، إذا نلاحظ هاي الثيوريم هاي النظرية، هاي النظرية الحقيقة اللي نسميها السوبر بوزيشن أو اللينياريتي برنسبل، هاي حقيقة في حالة خاصة أحيانا تكون للمعادلة البارشال ديفرنشال إيكويجن. هاي الحالة وأنه أنا عندي معادلة يعني تفاضلية جزئية والحل مالتي لها طبعا هو يعني المعادلة التفاضلية الجزئية مالتي الجنرال سوليوشن مالتها ويساوي لـ C1 U1 plus C2 U2. هاي المعادلة طبعا الـ C1 و C2 هنا طبعا يمثل لي الكونستانت مالت سي 1 سي 2. هاي شو وقت نستعملها؟ عندما طبعا عندي المعادله اوردينري ديفرنشال ايكويجن يعني عندما يكون اوردينري ديفرنشال ايكويجن من الدرجه الثانيه، هاي يكون الحل مالتي سي 1 سي 2 هي اربيتراري كونستانت. احيانا تجيني معادله بارشال ديفرنشال ايكويجن وهاي البارشال مالتي هي 2 دايمنشن يعني يو اوف اكس واي، لكن المعادلة المكتوبة عندي لاحظ بها فقط derivative with respect to x، يعني ما موجود derivative with respect to y. يعني إذا لاحظ هاي المعادلة معادلة خاصة يعني u sub x x، هاي أقصد بها second derivative ال u with respect to x يعني المشتقة الثانية ل u بالنسبة ل x minus u، ما موجود بالمعادلة مشتقة ال u بالنسبة لل y. أوكي، يعني مع انه هي معادله تفاضليه جزئيه واليو هي فانكشن للاكس والواي. بهذه الحاله الحقيقه نفترض انه هاي المعادله او ان نحاول ان يعني نقول انه هاي المعادله شبيهه بالاوردينري ديفرنشال ايكويجن اللي هو هاي حلها الجنرال سوليوشن مالته اللي هو اليو سي 1 يو 1 زائد سي 2. الفرق اللي راح يصير عن هاي المعادله هو انه مكان ما اكتب سي 1 سي 2 راح اكتب طبعا الاي والبي، الاي هو يمثل arbitrary function والبي ايضا يمثل لي arbitrary function. هذا يمثل طبعا general solution لمعادله اذا تتذكرون معادلات الاوردينري ديفرنشال ايكويجن من الدرجه الثانيه عندما طبعا تكون الاشاره ماينس، فالجنرال سوليوشن مالتها راح يكون يو اوف اكس تساوي لي a e to x plus b e to minus x. هذا يمثل لي general solution مال من؟ مال هاي المعادلة الـ ordinary differential equation من الدرجة الثانية عندما هاي الإشارة طبعا minus. فرقها عن هذه المعادلة اللي أمامنا هاي اللي هي partial differential equation second أيضا derivative، بس الفرق إنه هاي partial الـ u function للـ x والـ y بينما هاي ordinary فقط function للـ x. فراح يكون السوليوشن مالتي او الجنرال سوليوشن للمعادله مالتي اللي هي البارشال ديفرنشال ايكويجن راح يساوي اليو اوف اكس واي يساوي الاي مكان ما كانت الاي هي اربيتراري كونستانت راح تكون اي اوف فانكشن اربيتراري فانكشن هنا راح تكون فانكشن للواي لانه مضروبه لانه قلت انا بالنسبه لي انه المعادله الدريفتيف فقط للاكس، لذلك راح تظهر عندي الاي فانكشن للواي مضروبه بالاي تو اكس بلس بي اوف واي اي تو ماينس اكس. ولو كانت هاي الدريفتيف يعني يو سب واي واي، لا هنا طبعا راح تكون اي اوف اكس اي تو واي بلس بي اوف اكس اي تو ماينس واي حسب المعادله ما مكتوبه. فاذا اذا يعني مرت علي حاله هكذا حاله انه المعادله هي تفاضليه جزئيه ولكن فقط يوجد فيها derivative واحد للاندبندنت فيريبل،
كان يكون فقط للاكس او لواي، استفاد من نفس طريقة الاوردينري ديفرنشال ايكويشن في ايجاد حل معادلات معادلة البارشال ديفرنشال ايكويشن، مع الاخذ بنظر الاعتبار انه هذا الاي والبي هي ما تمثل اربيتراري كونستانت وانما هي تمثل اربيتراري فانكشن.